السلام عليكم الإخوان الأخوات. اليوم غنعمل غراتا ديال الكفتة وبطاطا. عندي بطاطا قطعتها مدورة، عندي كفتة فيها لقامة، عندي فخوماج، عندي الزيت، عندي الحليب، عندي لكريم فخيش، عندي واحد بصلة مشلضة، عندي هنايا جوج دريوس ديال التومة، عندي شويش ديال الزعتر وشويش ديال الملحة. البطاطا انا عملت التومه والملحه وشي حاجه ديال الزعتر. غنخليوها وغندوزو نطيبو كفته. انا من شويه الزيت انا من البصله غنخليوها حتى تشحر ونزيدو عليها كفته. منين تشحرت البصله غنعملو كفته. كفته راه فيها لقامه، فيها كلشي. كنبقاو هيدا كنحركوها حتى تطيب. كنبقاو هيدا بالتحريك باش ما تجمعش. دابا صافي غنطفي عليها ونوجد بلاطو. ها هو بلاطو راني وجدتو، ودابا غنستف بطاطا. أنا من الحليب
لا كريم فريش. هنعمل فرماج. ندخلوها الفرن على 150 درجة الحرارة، نخليوها تطيب. الكراتا راني خرجتها من الفرن، راها طابت، راه مقطعة، راه كتجي زوينة، فيها البطاطا. كتجي زوينة، فيها بطاطا وكفتة. كنتمنى تعجبكم وتجربوها، واللي ما مابونيش عندي تابونا عندي وديروا لي لايك وخليوا لي تعاليق، ونتلاقاو فيديو مقبل ان شاء الله.